دكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. سيادة الوزير، السودان صعدت فجأة في لهجتها تجاه التعنت الإثيوبي، حضرتك شايف ده إزاي؟ والله أنا شايف في شق إيجابي وفي شق سلبي. الشق الإيجابي اللي هي تصعيد اللهجة مع الجانب الإثيوبي، لكن حتى الآن عبارة عن تبادل تصريحات، يعني الكلام ده لا يترجم إلى أي تصرف فعلي ممكن هو يعجل أو ممكن هو يحسن المسار، بل بالعكس الحقيقة قد يكون أوقف المسار من ناحية إصرار الجانب السوداني على الاستعانة بالخبراء التحدي في حل الأزمة أو الخلافات ما بين الثلاث دول مع تحفظات مصرية وإثيوبية في هذا الشأن. وده الحقيقة يعني أصبحنا مفاوضات متوقفة، وفي بقى كلام على لما تيجي طيب نكونوا يصير الموضوع ولا نروح مجلس الأمن ولا نعمل شيء بالظبط. فأنا شايف إن الأمور الحقيقة زادت سوءا وليس تحسنا بهذه التصريحات وبهذه يعني هذه التصريحات تضر التفاوض في الملف. هو أوقف التفاوض الحقيقة، وفي نفس الوقت الحقيقة برضو ده شيء برضو ملحوظ جدا، أن طبعا السودان دولة ذات سيادة وليها مصالحها الخاصة، ولكن تطالب ببعض الأمور في هذه المفاوضات تمس الفائدة المباشرة ليها، ولكن لا تنظر إلى الطلبات المصرية التي تعم يعني طلب مصر والسودان معا. مصر والسودان، مصر مطالبها كلها بمحافظة على التصرف المائي اللي جاي من النيل الأزرق. عشان إيه؟ عشان حصتي مصر والسودان. السودان بتعتمد على إن المطالب المصرية بتشمل ذلك، فهي حريصة فقط على سلامة السدود السودانية تحت التصرفات المختلفة لسد النهضة، ومفترضة ان المية هتمر عليها هتاخد اللي هي محتاجاه، وفي الاخر العجز مصر لاشيب. وبالتالي لو المية اللي بتطالبها مصر اثيوبيا ما طلبتش عليها، تتخيل ان العجز هيكون على حساب مصر. وده الحقيقة شيء يعني غير صحيح، ارتباطا باتفاقية 59 اللي تربط الدولتين معا في تحمل اي عجز في تصرفات نهر النيل مناصفة اذا تم الاتفاق على مصدر هذا العجز. يعني لو تم الاتفاق على سد النهضة وانه يسبب عجز، المفروض ان مصر والسودان يقتسم اي عجز في هذه المياه. فانا الحقيقة انا شايف ان في تغاضي عن التزامات السودان في اتفاقية 59، وفي نفس الوقت ايضا في برضه من مصر قصور في التواصل مع السودان في الاتفاق على هذه النقاط. لان احنا النهارده مصر لما تطالب بتصرف معين بيخرج من سد النهضه، هذا التصرف حاسبه فيه ان السودان هياخد حصته كامله، وحاسبه فيه ان العجز هتشيله مصر لمقدار فقط فتره التخزين، وبعد ذلك هتنصرف حصه كامله من السد السوداني، السد الاثيوبي. فاذا لم يكن هناك تفاهم كامل لهذا الشان، وبالتالي انا اعتقد هيبقى كل دوله عايزه تحقق اللي هي عايزاه، وبالتالي بعد كده بمفردها تبقى الخلافات تبقى كثيره جدا ما بين الدول الثلاثه، وليس ما بين مصر والسودان اللي هم الدولتين المتضررتين. مع اثيوبيا هيصبح الخلاف اثيوبيا بتصدره للدول الثلاثة مع بعضها، وده أمر حقيقة مش هين، وأرجو إن أنا لا أراه يعني. يعني حضرتك شايف إنه هذا البيان من الجانب السوداني، بس في النهاية برضو ما زي ما حضرتك قلت هي السودان دولة لها سيادة، ممكن تكون هي شايفة إنه هذا التصريح مفيد بالنسبة لها فيما يتعلق بعملية التفاوض، لأنها بتقول لك أنا عايزة اتفاق ملزم قبل شهر 7. اتفاق ملزم
ولكن في نفس الوقت الاتفاق دوت بيحقق المصالح الأساسية لكل مصر والسودان ويحافظ على حقوقهم المائية. نعم. الكلام ده نتكلم على فنيات وليس قانونيات. أيوه. يعني لازم يبقى في كميات معينة اتفق عليها كما تم الاتفاق عليها في وثيقة واشنطن. نعم. ويجب أن يدافع عنها ليست مصر وحدها. مصر والسودان معا، لأنه مصر حط الكلام ده عشان تحقق للسودان حصتها، وما يتفضل من حصة السودان يكفي مصر لمواجهة السنين الجافة. المفروض الحقيقة أن يبقى فيه مصارحة كاملة ما بين الدولتين، في اتفاق كامل حوالين هذه الأرقام، في أهمية قصوى تعطيها السودان بتصرفات سد النهضة لأنها تمس حصتها المائية واحتياجاتها المائية وتوليد الكهرباء في سدودها، كفاية احتياجاتها في الري والمية، مية الشرب ومية الصناعة. فأنا شايف الحقيقة هذا الأمر لسه أنا لم أشعر به على الأقل كمشاهد خارجي. فشايف المطالب السودانية تنحصر فقط في الحفاظ على سد المصيرس وسد صنار والسدود من الانهيار، بالإضافة إلى بعض التغيرات اللي هي مطلوبة من السودان، ما تزيدش عن حد معين من فترة أخرى من سد النهضة، حتى لا تؤثر أيضا على سلامة المنشآت المائية في السودان، بالإضافة إلى توليد الكهرباء. طيب سيادة الوزير، ليه سؤال حضرتك بسيط جدا وأرجو أنه الإجابة تبقى بسيطة كده الناس تفهمها. تتوقع إيه يا سيادة الوزير قبل ملء السد؟ تتوقع إيه؟ ولا تتوقع أنه هيتم ملء السد؟ هو احنا بنتكلم في احنا بنتكلم شهر 7 مفروض، مش كده؟ نعم، في شهر 7 المفروض الملء. هو الواضح ان اثيوبيا ماشيه في نفس المسار اللي هي التهرب من اي اتفاق، نعم، واستغلال اي تباين ما بين مصر والسودان للبناء عليه، وخلق مشاكل جانبيه كثيره بحيث انها تحد من التفاوض. زي ايه المشاكل الجانبيه؟ يعني زي مشاكل حدودية، ممكن في تمثال تمام فيها مناقشات، نعم، بهدف الأساسي، الهدف الأساسي وقت. هو بالظبط يا فندم. أيوه. وأعتقد إن كونغو أيضا هتبقى كونغو دولة صديقة ودولة عزيزة، ولكن هتبقى في نفس الوقت موجودة في أثيوبيا، إذا في بعض الضغوط عليها. فأنا شايف الحقيقة إن لما تتحرك مصر دوليا وبطريقه قويه يجب ان نتحرك دوليا، حضرتك شايف كده؟ انا شايف كده، ولازم اول الحقيقه يبقى في اتفاق تام ما بين مصر والسودان على التحرك، على التحرك الدولي بالظبط. نعم، اتفاق على كل شيء يتم التحرك بوسط الدولتين. ده الاحتمال الوحيد اللي نقدر نصل لحل سلمي لهذه الازمه، يعني هي اتحاد مصر والسودان وجهه نظر موحده والذهاب الى مجلس الامن والتحالف بينهم في تحريك المجتمع الدولي ان شاء الله. ما هي السودان في تصريحاتها يا سيادة الوزير بتقول ان احنا كنا عايزين انه يعني الموضوع ما يخرجش عن البيت الافريقي وانه يحل داخل البيت الافريقي. هي السودان بتطالب بذلك فعلا، وبعدين بس اللي بيخيف برضه في هذا الامر انها ملاقي تصريحات بعض السفراء من اوروبا او الولايات المتحده الامريكيه في العاصمه السودانيه بيتكلموا عن بعض المطالب السودانيه، مع ان يجب اثيوبيا تسد البيانات ويجب ويجب، وده امر الحقيقه مخطئ. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن بعض المطالب الجانبيه التي تحقق للسودان بعض المكاسب، ولكن القضيه الاكبر بتاعت السد ما اتحلتش، وبالتالي ممكن صحيح. الموقف يبقى سيء جدا على مصر. تمام، بشكرك سيادة الوزير، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.